السلام عليكم، معكم الحاج المنافي ساكن المدينة الأسفي. بغيت نهضر لهذا الطبق، هذا الموضوع ديال الماء الخام ديال الأسفي. كيف ما كتعرفوا ماشي غير الماء متغير اللون ديالو ولكن الرائحه ولا. بغيت نقول لكم بان احنا كساكنه مدينه الاسفي اللي اسفي معروفه بالقدم ديالها وبالتراث ديالها والماء اللي كان فيها زوين، اليوم كنقول لكم من هذا المنبر الساكنه الاسفيه حدار ثم حذاري. حنا دابا كنتظروا الشتاء فقط، ما كنتظروش المسؤولين، لان كيف ما كترج واحد الاخبار غيولي يقطعوا لنا الماء من على ود الماء، راه غيولي يعني قليل، غيولي تسد بالوقت وتحل بالوقت. وكيف ما كتعرفوا هذا المشكل منين جينا، جينا من لوسيبي. لوسيبي اللي كيقولوا كتنعش المدينه، حنا لوسيبي ضعفات المدينه، لوسيبي خرجات على مدينه اسفي، لوتات مدينه اسفي، زرعت الامراض في مدينه اسفي، والماء هو الاساس والماء هو الحياه. حنا ولينا بغينا الماء، بغينا نشربه. انا ما في استطاعتيش نخلص الفاتوره ديال الماء ونشري الماء في نفس الوقت. انا كنشري 16000 في الشهر ديال الماء، انا ما عنديش، انا دخل راجلي محدود، راجلي متقاعد دخل محدود، وكنشري الماء وكنخلص الفاتوره ديال الماء، وعندي اختي مريضه وعندي وليدات، عندي 5 ديال الاطفال وجوج بينا حنا 7، اختي هي الثامنه، وراه مشكل كبير ما كنعانيش منه انا، كتعاني منه الساكنه كامله. وحنا ما نتظروش الساكنه ديال اسفي المسؤولين غيحلوا المشكل، الجامي غيحلوا شي مشكل المسؤولين، المسؤولين كيحلوا المشاكل ديالهم هما، كيبدلوا تليفوناتهم، كيبدلوا سياراتهم، كيبدلوا حوايجهم، كيبدلوا مسكنهم، وفي بعض الاحيان كيبدلوا عيالاتهم، ما غيغيروا لنا حنا حتى شي حاجه، فقط حبر على ورق، تيهضروا غنديروا غنديروا، مجالس كثيره دازت، حتى واحد ما غير شي حاجه. اسفي كتعاني من البطاله، اسفي كتعاني من المصالح للشر، اسفي كتعاني من الامراض. عندنا انا ازماتيك، انا ازماتيك، الا بغيت ندير الا بغيت الا الا تزيرت وبغيت ندير الاكسجين ما كنخاص الاكسجين، فين غنمشي فين غنمشي؟ والسلام عليكم. السلام عليكم، معكم شاب من مدينه ديال اسفي، ومن هذا المنبر هذا بغيت ندوي اخويا في النطاق ديال الماء اللي داروا لينا اخويا. ما فهمناش داكشي كيفاش حتى ولا الماء بحال ما هكا، والناس حتى حد ما دوا، جاوا خرجوا 10 الناس اخويا، خرجوا جيت العماله 20 واحد، نقولوا كاع 20 شخص جاوا وقفوا حدا العماله بحال هما اللي متضرين. حنا ولاد اسفي خصنا كاملين ندوا، وخصنا كلشي يجتمع ويدوا على هذه القضيه هذه. واش اللي عنده الفلوس هو اللي غادي يشري، سيدي عليه وعين افران، بلا ما نزيد نذكر اسماء ديال الماء. كاين اللي ما عندوش مسكين حتى ما ياكل، كاين اللي ما عندوش مسكين حتى باش يكري، كاين اللي ما عندوش حتى باش حتى باش يلبس، كاين اللي مسكين عنده لبسه كيلبسها العام كامل في اسفي. باش ما نخرجش على النطاق ديال هاد السيجي ديالنا، حنا ديروا لنا شي تاويل في هاد الماء هذا، راه ما صالحش الشرب. انتم كنتو كتقولوا صالح الشرب، شربوه معانا ونشوفوكم كتشربوه معانا، ماشي تقولوا راه صالح للشرب وما تشربوش معانا حنايا. هادشي اللي بينا نوصلوا لكم، والسلام. واحد الكلمه غنقولها، راه حتى حاجه ما دايمه في هاد البلاد، في هاد الدنيا ماشي غير في هاد البلاد، حتى حاجه ما دايمه، دايمه الدنيا الاخره هي اللي كدوم. والسلام عليكم. هاد السيجي اخويا، السيجي اللي جينا ندخلوا فيه، سيجي كبير بزاف، سيجي كبير، وجينا حنا راك عارف ولاد اسفي كيدوروا كيخدموا، ما كايناش خدمه عندنا حنا في مدينتنا. انا يا حلاق يلا جيت من كازا حاليا دابا شي 5 ايام كنت خدام تمايا، كنشرب الماء ديالهم. الماء اش كنقول لك اخويا، انا قلتها لهم تما، قلت لهم الماء ديال اسفي عندنا كنعانيو منه بزاف. وتخيل معايا قسما بالله العلي، جاي في التران واحد السيد ذكر لي هذه اللقطه، قال لي اخويا بغيت نسولك الماء ديال اسفي واش، قالوا لي الناس راه فيه شي حاجه وفيه شي حاجه. براني اخويا براني، ماشي ولد ماشي ولد البلاد، ها كيجي مره قال لي واش الماء فري هذه، شنو طالع وشنو طالع. قلت له يا اخويا راه عندنا البراج، ما فهمناش كيفاش هذا الماء ولا بحال ما هاك، الناس ولاو كيمشوا لعين الدراق ولا عليها الصف، ولاو الناس مساكن دابا اللي ما عندهمش ترونسبور خاصهم اخويا يمشوا على رجليهم حتى تما باش يشربوا. وانا شي ايامات ما كنت ما عارف الماء ما كيديروا، كنت عارف الماء راه ما عارفوش راه فيه شي خلل، كنت كنشربو كنت حاسب بالمعده ديالي وشي حاجه ناقصاها، في عندي كاين شي خلل. واخويا اش غنقول لك،
هاد المدينه خويا عانينا فيها بزاف، وماشي غير انا اللي كنقولها، هاد الشيء راه كيقولوا كلشي. كندوي باسم المدينه كامله اخويا، ما كندويش غير باسمي انا. وانا واخا نكون انا عايش مزيان غضربني النفس على واحد اخر، واخا الحمد لله ما عندناش وما خاصناش، ولكن راه غضربني النفس على هذا وعلى هذا وعلى هذا. حنا راه مسلمين، حنا راه مسلمين اخويا الزين. هادشي رساله للمسؤولين، تقوا الله اخويا، تقوا الله، الحساب عند الله كاين. وداك الشيء راه كتقيد حاجه بحاجه، راه كيقول لك، راه قال لك الله سبحانه وتعالى، راك في اليمين ديالك، في الايد اليمين ديالك كيتقيدوا لك الحسنات، وفي اليسرى كيتقيدوا لك السيئات. ورا حتى حاجه ما كتضيع، وحتى حاجه ما درتي حسنه راه غتقيد لك، درتي سيئه راه غتقيد. والله يسمح لينا، حنا راه ماشي الله يسمح لينا انبياء ولا شي حاجه، حنا راه كنخطئوا، ولكن ما خصناش اخويا الخطا يتعاود. بغينا شي تاويل، خلاصه القول، بغينا شي تاويل، بغينا شي تاويل. السلام عليكم، انا يونس احد ديال الساكنه المسبيويه المتضرره. كيف ما كتعرفوا اننا المده ديالها ديال اكثر من اربعه اشهر، حنا حتى تغير اللون ديال تغير المذاق ديال الماء اللي كنشموا فيه واحد الرائحه اللي هي كريهه. فالرساله ديالنا هو اننا كنطلبوا من المسؤولين وعلى راسهم السيد العامل والمجلس البلدي باش انهم يتحركوا ويسرعوا لنا باش انهم يعالجوا لنا هذا المشكل ديال الماء اللي كنعانيوا منه. فكما كتشوفوا نظمنا وقفه اللي كانت الاسبوع اللي فات بخصوص الماء الخامس، وان شاء الله حنايا غادي تكون وقفه يوم السبت على الساعه الخامسه مساء امام العماله. فكنتمنى من الساكنه كامله اللي متضرره من هذا المشكل ديال الماء انها تكون حاضره باش حتى حنا ندويو على حقنا، لاننا فقدنا الثقه في هذه النخبه السياسيه، لانهم ما كيوصلوش لنا الصوت ديالنا. كيف ما كتعرفوا في هذه الاونه الاخيره ولينا كنعانيوا من واحد المشكل، وكانوا عندنا مشاكل قبل، ودابا تزادنا واحد المشكل اللي هو المشكل ديال الماء. الماء اللي ولات فيه واحد الرائحه، ما نقولش لك كريهه، الرائحه اكثر من كريهه. والماء اللي ولا كيشكل واحد الخطر كبير على الاطفال وعلى الساكنين وعلى الناس اللي عندهم امراض مثل امراض الكيلي، مثل الناس اللي عندهم الاسهال الحاد. وكيف ما كنلاحظوا دابا راه نقدر نقول لك شي اربعه الشهور هو كاين هذا المشكل ديال الماء. الناس داروا عريضات، كانوا ديزانترفيو، كانوا مقالات من طرف الاخوان ديال الاعلام. اللي كنلاحظوا ما كاينش شي تجاوب لا من طرف العماله، لا من طرف الجماعه، لا من طرف لاراديس. ولهذا حنا كمجتمع مدني وكساكنه ديال مدينه اسفي كنوجهوا او كنحملوا المسؤوليه السيد عامل الاقليم اسفي، وكذلك المجلس البلدي ديال مدينه اسفي والبرلمانيين، وكنتمناو من الله ومن هاد المسؤولين اللي مسيرين المدينه باش ياخذوا شي قرار في اقرب وقت لهذا الماء الغير صالح للشرب. وشكرا. شبارك في المقاله والعامل ملي قال انه عاد صب الشتاء والماء غادي يرجع لسميتو صبات الشتاء؟ وحنا راه اصلا قبل كانت كتصب الشتاء والماء هو، لان دابا حنا فين عندنا المشكل؟ كاين المشكل في الارضيه ديال البراج. الا مشيتوا طلعتوا تما راه غتلقاو الجماجم ديال الكلاب، الجماجم حاشاك ديال الحميه، غتلقاو كيف ما كنقولوا البوراز، كاين شي حوايج اللي كثير. ولهذا راه واخا كون صبت الشتاء ما كانش غيتفلتر الماء، لان المشكل راه كاين في الجعب وكاين في الارضيه اللي فيها البراج. المخازن سيدي راه كيضر حتى الناس ويضر الاطفال، وما ميكروب ما هو حتى شي حاجه اللي صالح النفع للبشر. لا انا ماناش من هنا، انا من قدام جمعة صحيب. انتم عندكم الماء مزيان؟ اييه الماء مزيان، الماء ديال العوينه. اما هنا اسفي كنسمعوا عليه الماء خايب خانز كيقولوا لك الناس، ولا يشرو هذاك القراعي ديال الماء، يشرو البوزوزات. اما الماء هنا خايب، يديروا الاصلاح، يصلحوا المجتمع، يصلحوا المجتمع ديالهم، هذا هو الشيء. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.